تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيات التهنئة بمناسبة ذكرى مولد الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية. ضمنها جلالته بأطيب تهانيه بهذه المناسبة المباركة وتمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار والنماء، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. تبادل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزارات وأولياء العهود. عبر فيها سمو عن صادق تهانيه بهذه المناسبة العطرة وتمنياته لهم بدوام الصحة والسعادة ولبلدانهم وشعوبهم الشقيقة اطراد التقدم والتطور، داعيا الباري عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف مع أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية والإسلامية وأولياء العهود. أعرب سمو فيها عن خالص التهاني بهذه المناسبة الطيبة وتمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الشقيقة تحقيق المزيد من التقدم والرفعة والرقي، مبتهلا إلى المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جميع العرب والمسلمين بالخير واليمن والبركات.